فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من أفضل من كتب عن الروح؟ وهل صحيح أن كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله كان قد كتبه في أول أمره وهو على طريقة الصوفية؟ نعم، يقولون هذا من باب الاعتذار له رحمه الله، والكتاب فيه فوائد عظيمة وفيه أشياء فيها نظر توقف، لكن فيه فوائد عظيمة ومباحث عظيمة قد حقق الآن وطبع طباعة جيدة، فيستفاد منه مما فيه من المباحث الطيبة ويترك ما فيه من الإشكالات. وأما أنه متى ألفه الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هو كان صوفيا؟ صحيح، واعترف بهذا واعترف بالأغلاط، يقول: يا قومي جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، إمام أتى من أهل حران، فيا أهلا بذاك العالم الرباني، فلم تفلت يداه يدي حتى أراني مطلع الإيمان. فهو اعترف بهذا بالنونية. نعم، كان في الأول عنده تصوف، عنده أمور فيها نظر، فلما اتصل بهذا الحبر الإمام شيخ الإسلام بن تيمية انتفع به وعرف الحق وأنتج من العلم الشيء الغزير والتحقيق رحمه الله. نعم.